بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل المحاضرة اللي فاتت وهناخد حاجة اسمها المعرفات. أول حاجة، يعني ايه معرفات؟ المعرفات ببساطة هي اسم يعطى لأحد عناصر البرنامج. طيب يعني أي عنصر من عناصر البرنامج سواء كان متغير أو ثابت بديله اسم. عندي نوعين من المعرفات بستخدمها، معرفات اسمها معرفات المستخدم، حيث يقوم المستخدم أو مصمم البرنامج بتحديد اسم لأحد عناصر البرنامج مثل المتغير أو الثابت، ويمكن كتابة المعرف باستخدام أحد الحروف الصغيرة أو الكبيرة. أحد الحروف، آسف، الصغيرة فقط، لأن الحروف الكبيرة يتم استخدامها للكلمات المحبوسة. يبقى تاني، معرفات المستخدم هي اللي انا بحدد اسم لأحد عناصر البرنامج زي المتغير او الثابت، وبكتبها بالحروف الصغيرة مش الكبيرة. الكبيرة بستخدمها للكلمات المحبوسة فقط. النوع التاني من المعرفات هي المعرفات القياسية، هي تستخدم لأداء وظيفة معينة وتكتب بحروف صغيرة فقط. يبقى هي تستخدم لأداء وظيفة مش لتحديد اسم، خلاص. وعشان اكتب المعرف بستخدم او في شروط معينة، هما 3 شروط: عدم استخدام اي رمز خاص، يعني ما استخدمش اي رموز، يعني بستخدم كلمات بحروف صغيرة. عدم البدء برقم، بل تكون اول خانة تحتوي على حرف. عدم ترك مسافة بين الحروف او الارقام المستخدمة في المعرف، يعني ما ينفعش اكتب اسيب مسافة بين الحروف والايه والارقام. هننتقل لنقطة تانية وهي الأعداد. الأعداد اللي أنا هكتبها في البرنامج، عشان أكتب الأعداد لازم أتبع 4 شروط. الشرط الأولاني، يجب ألا يحتوي العدد على فصل، ما ينفعش يكون في العدد اللي أنا هكتبه فصلات. يجب ألا يحتوي العدد على مسافة، يبقى مفيش إيه مسافات. العدد ممكن يسبقه إشارة موجبة أو سالبة، بس لازم تتحط في الشرط الرابع على إيه؟ يسار الرقم مش على يمين الرقم. ودي 3 أمثلة للأخطاء اللي إحنا بنقوم بيها وإحنا بنكتب الأرقام. أول خطأ وإحنا بنكتب الرقم دوت هو 1.2.3.4.4.5.6.7. الرقم ده خطأ، ما ينفعش أكتب فصلات، لازم أكتب الرقم على بعض 1.2.3.4.5.6.7 بدون فصلات. الرقم التاني 1.2.3.4.4.5.6.7، ده رقم خطأ. الرقم الصح كده، ممكن اجيب لك في الامتحان حاجة زي كده واقول لك اكتب لي الرقم الصح. الرقم التالت، الاشارة السالبة يمين الرقم جنب التلاتة، هي المفروض تكون جنب الواحد، تمام. يبقى لازم اراعي ان ما احطش فاصلة، ما سيبش مسافة، واحط الاشارة لو كانت سالبة يسار الرقم. نوعين من الأعداد عندي، عندي نوع الأعداد الصحيحة هو الأعداد اللي ما بتحتويش على أي أرقام عشرية أو أس، يعني 3 4 5. عدم بدء الرقم بعلامة عشرية أو إنهاء الرقم بعلامة عشرية. النوع التاني من الأعداد، الأعداد الحقيقية، لا يحتوي العدد الحقيقي على علامة عشرية أو أس أو كلاهما، يبقى ما ينفعش أحط في العدد الحقيقي علامة عشرية. تاني برضو زي العدد الصحيح، عدم بدء الرقم بعلامة عشرية أو إنهاء الرقم بعلامة عشرية، لا يجوز ترك مسافة ما بين الأرقام أو استخدام الفصل، يعني ما ينفعش برضو زي ما كتبت كده نفس الشرط لازم تتبعها. نيجي لنقطة تانية، البيانات. الداتا هي أهم حاجة. أنواع البيانات، البيانات بتنقسم وأنا بحط البرنامج ل3 أنواع. النوع الأول بيانات من النوع البسيط، وهي ليها نوعين: بيانات قياسية قد تكون صحيحة أو وصفية أو حرفية أو منطقية. يبقى النوع الأول من البيانات البسيطة هي بيانات قياسية، قد تكون بيانات صحيحة يعني أرقام، وصفية يعني وصف حاجة زي مثلا لون العيون أي حاجة، بيانات حرفية حروف
او بيانات منطقية زي علامات الايه الاكبر منه والاصغر منه الحاجات دي. بيانات يعرفها المستخدم قد تكون متعددة او لها مدى جزئي. النوع الثاني من البيانات هي بيانات هيكلية او مرتبطة. هي بيانات بقى هنا النوع دوت بتاخد شكل منظومات كما في حال المصفوفات، يبقى زي المصفوفات كده. عارفين انتوا المصفوفات ان انا بحط الارقام بتاعتي في شكل صفوف وايه واعمده، او سجلات زي سجلات اسماء الطلاب في اي سنه دراسيه، تمام، او شكل فئات مثلا فئات العاملين، فئه العاملين، فئه الموظفين، فئه اعضاء هيئه التدريس، الهيئه المعاونه، كل دي فئات. يبقى البيانات متقسمه، يا اما تاخد شكل مصفوفه او شكل سجل او شكل ملف للطالب فيه كل ما يتعلق بالطالب، اسمه وعنوانه والاي دي بتاعه ودرجاته في السنين اللي فاتت ودرجاته السنه دي وكل الحاجات دي، اسمها بيانات في شكل ايه ملفات، تمام. النوع الثالث بيانات مشيره، وتستخدم البيانات المشيره وهي تكون بيانات ديناميكيه من النوع المركب، يعني بتحتوي على اكتر من نوع من انواع البيانات اللي خدناها قبل كده. بعد كده عندي حاجه اسمها الثوابت. يسمى المعرف ثابتا اذا ما تم تحديد عنصر البيانات بصوره دائمه، اي اذا كانت قيمه العنصر البيانات غير متغيره طوال فتره البيان. يعني لو عنده عنصر بيان فضل ثابت طول فتره تنفيذ البرنامج ده بسميه ثابت او معرف ثابت. المعرف اللي بتتغير قيمته زي الأجر، يعني اسم، لو خدنا مثال اسم مثلا الموظف ده اسم ثابت هيفضل اسمه ثابت طول تنفيذ البرنامج، لكن درجة الدرجة أو اسم الطالب أو اسم الموظف أو الأجر بتاعه ممكن يتغير طبقا للحوافز اللي بياخدها أو الحاجات اللي بتتخصم منه. زي الطالب اسمه ثابت، الأي دي بتاعه ثابت طول فترة تنفيذ البرنامج، لكن ايه اللي بيتغير؟ درجاته في الميد تيرم، درجاته في اعمال السنه، درجاته في المشاركه، درجاته في الحضور، كل الحاجات دي بتتغير. عشان كده المتغير بنسميه فاريبل وبنشير عليه بالحروف الثلاثه في اي ار. في بعد كده نوع ثالث او حاجات اللي هي عناصر لغه الباسكال، التعبيرات. التعبير عباره عن تجميع لارقام وثوابت متغيرات متصلة مع بعضها البعض بواسطة مؤثرات لتكوين مصطلح جبري يعطي قيمة معينة. يعني ايه الكلام ده؟ التعبيرات ببساطة جدا هي عبارة عن أرقام ومتغيرات وثوابت. الثوابت زي الاي دي والحاجات ديت، متغيرات زي مثلا درجة الطالب في الامتحان الميد تيرم، درجته في المشاركة، درجته في الحضور، درجته في الفاينل، كل دي متغيرات. خلاص كل ده بيتجمع عشان يديني مصطلح جبري اللي هي ايه درجة الدرجة الكلية للايه للطالب، او تعبير عدد زي الجي بي اي بتاعه. خلاص النوع التاني الحاجة اسمها العبارات. العبارات هي مجموعة من التعليمات والتي تجعل الكمبيوتر يتخذ اجراء معين. يبقى العبارات هي عبارة عن زي الاوامر كده بحيث ان الكمبيوتر ياخد ايه اجراء معين. وانواع العبارات عبارة نوعين، عبارات بسيطة هي التي تقوم بتحديد عناصر البيانات ما لأحد بيانات ما لأحد المتغيرات وتعتبر عبارة تحديد، وهي العبارة اللي بتقوم بنقل التحكم في البرنامج غير المشروط الى جزء اخر في البرنامج. عبارات مركبة تحتوي على تسلسل من عبارتين او اكثر، وهي عبارات مكررة قد تشمل إعادة التنفيذ لعدة عبارات بسيطة أو عبارات شرطية. في حاجة اسمها الإجراءات، يمكن الوصول إلى الإجراء عن طريق عبارة بسيطة تحتوي على اسم الإجراء يتبع قائمة بالمؤشرات، حيث تمثل هذه المؤشرات معلومات يمكن تقديمها إلى الإجراء للتعامل معه، تمام. في عندي حاجة اسمها الدوال. الدوال اللي هي المعادلات اللي انا هستخدمها في الحساب، مثلا زي الاكسل بيستخدم معادلة مثلا
زي معادلة حساب الوسط الحسابي، معادلة الوسيط، معادلة المنوال، دي كلها اسمها دوال. خلاص، في بعض الأسئلة المهمة على الجزء المحاضرة ديت والمحاضرة اللي فاتت. أول سؤال: ما هو مفهوم البرنامج وما هي طرق تحويل الأكواد المصدرية إلى برنامج تنفيذي؟ أذكر أهم مكونات لغة الباسكال، يعني عايز أعرف إيه هي مكونات لغة الباسكال. ما هي معنى الكلمات المحجوزة؟ وأذكر أمثلة للكلمات المحجوزة. ما هو المعرف وأنواع المعرفات وشروط كتابة هذا المعرف؟ السؤال الخامس: اشرح مفهوم الأعداد وحدد أنواع الأعداد. السؤال رقم 6: ما هي أنواع البيانات؟ اشرح بالتفصيل، اشرح أنواع البيانات بالتفصيل اللي احنا خدناها من شوية. اشرح مفهوم العبارات وما هي أنواع العبارات. اشرح الفرق بين الإجراء والدوال. شكرا والسلام عليكم.